تأهب وترقب يخيمان ليس فقط على الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل ولا فقط في جنوب لبنان، وإنما على لبنان والمنطقة ككل. حدة التوتر تصاعدت بعد أن هددت إسرائيل برد قوي وتدفيع حزب الله ثمنا باهظا ردا على هجوم مجدل شمس الذي أودى بحياة 12 شخصا نوع وتوقيت الرد بات الآن بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بعد تفويضهما من قبل المجلس الأمني المصغر للرد على الهجوم الذي اعتبر نتنياهو أن من الصعب تجاهله، متوعدا برد قاس. فلنستمع. أطلق حزب الله بدعم إيراني صاروخا إيرانيا هنا أودى بحياة 12 روحا، 12 فتى وفتاة لعبوا كرة القدم هنا ولسوء الحظ لم يتمكنوا من الوصول إلى مكان محمي. إسرائيل لن ولم تستطع أن تضع هذا الأمر على جدول أعمالها. ردنا سيأتي وسيكون قويا. المجلس الأمني المصغر حدد الهدف الذي ستتم مهاجمته في لبنان وفقا ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت. الصحيفة الإسرائيلية أشارت إلى أن التقديرات ترجح أن تكون ضربة قوية وأن تستهدف مواقع عدة لم يسبق وأن استهدفتها إسرائيل، لكنها قد تبقى محدودة وأن كل سيناريوهات الرد التي تمت صياغتها ستقود لأيام من القتال، لكن مع الحفاظ على عدم تطور الأوضاع إلى حرب شاملة. الخطة هذه لم تحظى بتأييد جميع الوزراء الإسرائيليين، حيث امتنع وزير المالية بتسليت سموتريتش ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير المتطرفان عن التصويت على قرار المجلس المصغر لأنهما يريدان هجوما عسكريا شاملا على لبنان. على الجانب الآخر، دفعت ضبابية المشهد دولا كثيرة إلى توقيف رحلاتها الجوية صوب لبنان، طالبت مواطنيها بمغادرة الدولة سريعا تحسبا لتصعيد محتمل قادم. وفي الأثناء جددت واشنطن تحذيراتها من تطور الأوضاع بين لبنان وإسرائيل، إذ نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن الإدارة الأمريكية حذرت إسرائيل من احتمالية خروج الوضع عن السيطرة إذا ضربت أهدافا لحزب الله في لبنان. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي آخر قوله إن واشنطن تعتقد أن ضرب الجيش الإسرائيلي بيروت بمثابة خط أحمر لحزب الله. ينضم إلينا عبر زوم الآن من تل أبيب المستشار السابق لوزارة الأمن الإسرائيلية ألون أفيتار. أهلا بك. أبدأ معك بهذا الرد المتوقع من إسرائيل على حزب الله أو على لبنان، لننتظر ونعرف ما هي المقرات المستهدفة، ولكن لماذا يعني يصر نتنياهو على الرد بشكل قاس وقريب، علما أن المنطقة المستهدفة هي منطقة الجولان السوري المحتل، وأن المواطنين في غالبيتهم في الجولان غير إسرائيليين، يرفضون الجنسية الإسرائيلية ويرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي؟ مرحبا لجميع. حبيت التأكيد في بداية المقابلة أنه أنا مش موافق معك بخطوك يا أستاذ. حبيت التأكيد كمان شغلة مهمة، نحن نحكي مش موافق على شو عفوا؟ أنا بقول أنا هلا بوضح الصورة بشطر. نعم تفضل. المواطنين اللي عايشين في هضبة الجولان هم بحملوا هوية إسرائيلية، هوية إسرائيلية كاملة من بداية لنهاية، كل واحد عنده هوية زرقاء، وجزء منهم عندهم كمان باسبورت إسرائيلي، وعندهم كمان كل الأوراق اللي بيشهدوا إن هم مواطنين إسرائيليين بشكل كامل. كم اللي عندهم جنسية بس عشان نعرف؟ عندهم جنسية قليلة. هلا الهوية مجبورين فيها، بدهم يعيشوا هوياتهم. الجنسية كم عددهم؟ هن 11,000، قديش منهم عندهم جنسية؟ أنا حبيت أغير كلامك بخطوة. الظاهرة اليوم هي بالعكس، اليوم الظاهرة هي إيجابية من ناحية إرادة المواطنين الدروز اللي عايشين هناك في هضبة الجولان، والاتجاه هو إرادة لاستيعاب واستقبال ومسك كل الجنسية الإسرائيلية لكل واحد. بس عفوا لم تجبني على سؤالي، بس لكي يفهم المشاهد العربي حقيقة هذه المنطقة،
لأنه ما هو معروف طبعا ومسجل دوليا وموثق دوليا ومعترف به دوليا أنه هذه منطقة من الجولان السوري المحتل عام 67، وأنه أهلها يرفضون الجنسية الإسرائيلية ويرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي. لا لا لا، أنا بالعكس، إذا بتعمل بكرة صباحا استتلاع سر بين كل المواطنين هناك. أنا بدي الصوت بالاستوديو، عندي مشكلة بالصوت. الصوت بالاستوديو زملاء الكرام، عم بسمع من الإيربيس. الصوت بالاستوديو لو سمحتوا، تفضل. أنا بقول كمان مرة بخطرك، إذا بكرة صباحا تعمل استطلاع بين كل المواطنين هناك على هضبة الجولان وتسأل كل واحد شو بدك، بدل هون تحت رئاية دولة إسرائيلية أو بدك ترجع لدمشق لسوريا، تعرف شو راح يكون الجواب؟ 100%. لا، ما بعرف شو راح يكون الجواب. يمكن اذا صار في شيء، اذا صار شيء في استفتاء ممكن يجاوبوا على هذا الموضوع. هني احرار في ذلك، هني احرار، ولكن هذا ليس سؤالي. كم عدد من لديهم جنسيه اسرائيليه؟ انت قلت انه عندهم هويه، الهويه ممكن انه تنعطى لتسير شؤون اليوميه في اي مكان. ما هو هم محتلين، ما بتعطوهمش هويات يعني بيصيروا بدون اذا احتليتوهم؟ في عندهم هويات تعطيهم، هل عندهم جنسيات ولا لا؟ شوف، اي بي، رويترز، AFP، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، أهم وأكبر وأعرق وكالات أنباء العالم، ولا حدا قال مواطنين إسرائيليين. بيكتبوا 12 طفلا فقط، ما بيقولوا إسرائيليين، لأن مش قادرين يتبنوا مين اللي معه جنسية ولا لا. وفي وكالات منها تقول غالبيتهم رفضوا الجنسية الإسرائيلية والخدمة في الجيش الإسرائيلي. هذا أولا أعطيني فرصة أكمل الغد بخطرك، شكرا على فرصك، شكرا. أنا بقول كمان مرة، أنا أعطيك الفرصة من الأول، بس بدنا نضل بالسؤال. أعطيني أجاوب. ما بدنا نقول إذا هني بدهم دمشق ولا بدهم تل أبيب. نحن نتحدث عن منطقة محتلة هنا، هم غير خاضعين لإراداتهم الحقيقية بما أنهم محتلون. نسبة كبيرة من المواطنين عندهم جنسية إسرائيلية، نقطة. كم نسبة كبيرة؟ كم عددهم؟ والرقم، كم عدد من لديهم جنسية باسبور إسرائيلي؟ والعدد بيزيد من سنة لسنة. بيزيد من سنة لسنة. النقطة الثانية، هم ما بيشكوا ضد الدولة السورية، هم بيشكوا وكمان بيطلبوا من الحكومة الإسرائيلية إنه تحميهم، مش من الحكومة السورية. هم بحكم من الذي طلب منهم من الحكومة الإسرائيلية أن تحميهم؟ بيطلبوا من الحكومة الإسرائيلية إنه تعطي لهم الحماية الأمنية. ما بيطلبوش من الحكومة في دمشق، بيطلبوا من القيادة الإسرائيلية. هذا واجب بالقانون الدولي على المحتل، أن يعطي من تحتل أرضه الحماية وأن يقدم له. يعني هذه مش مني، هذه المحتل له التزامات بالأراضي اللي هو بيحتلها. يعني ما بدناش نحكي بالأدبيات والبيسكس تبع القانون الدولي. إذا حضرتك إذا بدك ترجع لنقطة الدولية القضائية، برجعك كمان لا قرار حكومة ترامب في البيت الأبيض، تحت أمريكا، تحت سيادة ترامب، اعترفت بهدبة الجولان اللي متابعة على إسرائيل. أمريكا ليست القانون الدولي، ترامب ليس القانون الدولي. أمريكا أقوى دولة في العالم، نعم، ترامب رئيس سابق للولايات المتحدة، ولكنه ليس القانون الدولي ولا الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تقول أن الجولان هو منطقة محتلة من سوريا. طيب، بدناش ندخل بهذا الجدل مرة جديدة. لا لا لا، أنا بس أكمل الغد. أنا سعيد جدا على السؤال وعلى كلمة أو معنى قانون دولي. حسب القانون الدولي، ممنوع لدولة مرتبة زي لبنان إطلاق صواريخ لاتجاه إسرائيل. هذا ممنوع. ليش أطلقوا النار؟ عندك جواب؟ لا، خرج من القانون الدولي، صح؟ عندنا جواب واضح جدا ويومي، يعني 50,000 قتيل في غزة رحمه الله، للأسف. للأسف هذا هو الجواب الأساسي عندما يتعلق الموضوع باحترام القانون الدولي، بما ينطبق على فصائل وأحزاب أخرى في العالم يدينها القانون الدولي، ولكن نحن نتحدث عن دولة إما تلتزم بالقانون الدولي أو لا. بس خلينا بالجولان المحتل، لأنه هذه النقطة الأساسية التي ستحصل فيها حرب لا سمح الله بسبب ما حصل في مجدل شمس. خلينا في هذه النقطة. إذا عندنا نكاش على مسؤولية والسيادة هدبة الجولان، الغد هو إطلاق صواريخ من لبنان على ملعب كرة القدم؟ هي الغد؟ هي العلاقة لهذا النقاش؟
قولي هذا طبعا الموضوع، هذا مرفوض بطبيعة الحال، ولكن الطرف الآخر يقول أن حزب الله نفى، حزب الله نفى مسؤوليته عن هذا. كذاب. انت طيب ثانيا 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 لماذا كم تبعد كم يبعد الملعب عن المنطقة السكنية؟ 2 كيلو 2 كيلو ونصف تقريبا صح؟ لا اكال 100 متر 100 متر لا القاعدة العسكرية مش اكثر من هيك. القاعدة العسكرية التي كانت مستهدفة في الأساس كم تبعد؟ هذا مش مختلف. كم تبعد؟ مش مختلف. كم تبعد؟ طب قل لي اعطيني معلومة. أكتر كم تبعد؟ اكثر من 2 كيلو. اكثر من 2 كيلو من فضلك. اكثر من 2 كيلو. لماذا تبني اسرائيل قواعد عسكرية في منطقة يمكن ان تكون مستهدفة بصواريخ غير دقيقة بجانب سكان مدنيين؟ هل في قواعد عسكرية جنب دمشق؟ هل في؟ لا علاقة لي بالدول الأخرى. أنتم تقولون نحن دولة نحترم سكاننا ونحترم مواطنينا ونحترم ونحن دولة ديمقراطية وتروجون لهذا الموضوع. هل أنتم يمكن لكم أن تقيموا مثل هذه القواعد العسكرية في حيفا في يافا في عكا بجانب السكان الإسرائيليين اليهود؟ يا سيدي أنت نحن دولة ديمقراطية ونحمي المواطنين عندهم الحق الكامل لحماية من السيادة لحماية من الحكومة. عشان هيك موجود في هناك قائد عسكري، عشان هيك في قيادة عسكرية هناك ومعسكر عسكري. بغض النظر كم يجب أن يبعد في القواعد العسكرية، يجب أن تبعد عن المناطق المدنية لأنها مستهدفة. هل زرت في بيروت في الوقت الأخير؟ بغض النظر عن الدول الأخرى، أنتم تقولون نحن دولة مستقرة ديمقراطية في انتخابات فيها مساواة بين الناس، هل زرت؟ هذا بات مشكوك فيه. طب هل اليهود اللي على الحدود اللبنانية من الإسرائيليين مش أخليوا ووضعوا في فنادق وتدفع إسرائيل ثمن إقامتهم في الفنادق الآن؟ لماذا لم يحصل ذلك مع الدروز؟ يا سيدي حبيبي، السبب لإطلاق النار هو المسؤولية الإسرائيلية على المجدل الشمس؟ عشان نحن بنحكي على منظمة إرهابية، ما حكينا ولا كلمة على هذا الموضوع. منظمة إرهابية، ليش نافع الإطلاق؟ خايفين من الانتقاد الداخلي داخل الساحة العربية والمسلمين. ليش بيكذبوا يوميا من حزب الله؟ عشان خايفين من الانتقاد الداخلي إنه أطلقوا النار وصاروخ على الأولاد وقتلوا 12 واحد، بيهربوا من المسؤولية. هيك طبيعة المنظمة الإرهابية، لازم نكون بصراحة كل الوكاية. تمام. عشان هيك إسرائيل هي المسؤولة على المواطنين في مجدل شمس، في متولة، في كريات شمونة، في كل القرى والكيبوتسات الإسرائيلية على طول الحدود. تمام. من شمال إلى جنوب، هيك المسؤولية. اليوم عندما زار نتنياهو احتج العشرات بسكان مجدل شمس واللي هني عددهم 11,000، نحو 300 تقريبا منهم احتجوا على زيارة مسؤولين، على زيارة نتنياهو تحديدا، تجمعوا خلف حواجز معدنية تحت مراقبة الشرطة، وهناك من رفض زيارة مسؤولين آخرين أيضا. وهناك معلومات تحدثت عن أنه الحكومة الإسرائيلية أنه بدهم وطلبوا من الكيادين من الحكومة كمان قبل رئيس الحكومة أنه إسرائيل تدمر بيروت، هيك كان الطلب. لا، وكالات الأنباء تقول غير ذلك. اسمح لي، وكالات الأنباء تقول أعيدك إلى وكالات الأنباء العالمية، أنا بنفسي أنا ماليش علاقة ولا العربية، وكالات الأنباء العالمية AP AFP رويترز AP أمريكا AFP فرنسا رويترز، أهم وكالات الأنباء اللي بتنقل عنا كل وسائل إعلام العالم. عندي في الموبايل تبعي كلام ريكوردز بالمصادر تبع المئات من المواطنين اللي بيطلبوا من الوزراء ومن الرئيس الحكومة إنه إسرائيل راح تدمر بيروت، نقطة، والاستهداف والغاد الإسرائيلي يكون جدي. بيروت لبنان، مش حزب الله يعني. أكيد بيروت لبنان. بيروت ككل لبنان. بكل طوائفها. لا أعرف إذا كان هذا دقيقا حقيقة. بيروت من ناحية تدمير قيادة حزب الله. في فرق. هيك بيقول له. في فرق. بس وكالات الأنباء ماذا قالت وكالات الأنباء؟ قالت إنه يستغل إراقة الدماء أي نتنياهو لتحقيق مكاسب سياسية، وطالبوا بإنهاء العنف. وبعد مغادرة نتنياهو اندفع بعض الدروز ومزقوا الإكليل الذي وضعه نتنياهو بنفسه في الملعب.
أنا عايش في القدس، أنا مش عايش في بيروت، بس أنا بعرف زي كل ما المشاهدين كنت عم تحكي عن بيعرفوا. التطبيقات والمصادر اللي عندك على لحظة تليفونك. من فضلك، لحظة من فضلك، إنه نعم دولة لبنان ما إلى قيمة. مين هي دولة لبنان؟ هي تحت حزب الله من البداية للنهاية، وحزب الله بيسيطر على بيروت من يسيطر فوق على القرار، لك أن لتحت. تقول ذلك بالمعنى السياسي والأمني، ولكن لبنان بدون قيمة ليس لديك الحق، ولا أسمح بمثل هذا الكلام. بغض عندي النظر حق عن أي كمان، دولة كانت معترف بها من الأمم المتحدة لها كامل الاحترام، لا يمكنك أن تقلل من اسم بلد، من تاريخ بلد، حضارته وشعبه، وأن تقول هذا الكلام بهذه الطريقة. أبدا، ممنوع إطلاقا، إن كنت لبناني ولا كنت غير لبناني، هذا الكلام عندي ممنوع كل على شاشتك. الحق، عندي كل الحق إنه أحمي مواطنيني، وإذا في حجر وفي لزوم وفي التزامات أكثر من لزوم، في التزامات عشان أحمي على مواطنين تبعي برد أو بردود فعل عنيفة وجدي وجوهري ضد حزب الله، هيك راح يكون. هل في تردد في كل العالم هل هذه المعادلة؟ ما في أي تردد غير في إيران. هل في شك أو أي تردد في كل الدول المرتبة والديمقراطية في العالم إنه إسرائيل عندها الحق الكامل لردود فعل عنيفة ضد حزب الله بعد اللي صار في مسجد الشمس؟ هل في سؤال على الطاولة أو هل في نقاش بعد نعم، ردود؟ في تمييز في لا بين، ما في. بل عم نقرأ المواقف حتى أمريكا الآن، كل الأخبار العاجلة أمريكا تعمل على يعني أنه لا تستهدف لا بيروت ولا حتى الضاحية لحتى ما تتوسع الحرب، في تفرقة واضحة بين ما هو لبنان، أمريكا طلبت ما هو إنه لبنان وما هو حزب اللي الله ويمثله. هذا الفرق اللي أنا كنت عم بحكي لك أمريكا عنه، فقط لا طلبت غير، فقط لا غير. انتهى الوقت أمريكا تماما. طلبت إنه الغد الإسرائيلي يكون مدروس ومحدود، هيك الطلب الأمريكي، تمام، بدون اسم حارة هيك وحارة هناك. أمريكا طلبت من إسرائيل إنه هاي طلب مش أمر، نحن ما نقبل أمر من أمريكا، هاي طلب أمريكي إنه الغد الإسرائيلي يكون محدود ومدروس. تمام. هل في سؤال عند المشاهدين المحترمين إنه كل دولة أخرى في كل العالم راح تعود لعملية إرهابية أكثر بكثير من إسرائيل؟ هل في سؤال بهذا الموضوع؟ نختم أمريكا بهذا حلها التساؤل، وللمشاهدين ارهابات. الحق في الإجابة عليه بتصوراتهم. شكرا لك من تل شكرا أبيب، عضو جزيلا المستشار لفرصة السابق لوزارة مشكور. الأمن الإسرائيلية ألون أفيتار.